وإحنا فخورين بيك يا سعد صغير، إحنا فخورين بيك وشرف لي كبير إن أنا أكون حد معكم. صارمة لطيفة وحنا كنت عارفوها كانت حكونا هي امرأة حلوة الله يطول لك عمرك. أنا فرحان بزاف 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 اللي حاضر معك في هذه وحاضر بجنبك. هذا التكريم كيعني لي بزاف الأشياء، لأن بعض الأحيان كتهمد الأمور أو أنت ما كتخدمش كتشك في راسك ولكن مرة كيدفق عليك الحب وكتشوف الحب في عيون الناس، كتشوف الحب وكتقول ها علاش أنا كنختار الأدوار، ها علاش أنا ما كنتسرعش في اختيار الأدوار، ها علاش أنا كنحترم المتفرج، ها علاش أنا كندق الباب عاد كندخل. كنتمنى على أن في حل هذه المبادرة تكرر، لأن كاين فنانين اللي هما يستحقوا، كاينين فنانين اللي هما عطاو كثير لهذا الوطن وهما دابا الان في الظل، خصنا نبرزوهم الواجهه. خصنا هو بحال واحد الحجر كريم ولا شيء ثمين تخصك تحك عليه باش يبرز. في الحقيقه لولا المجتمع المدني بزاف الناس غادي يكونوا ضاعوا. هو المتعارف عليه ان المراه كتولد بالرحم ديالها، لكن انا قلبي هو اللي كيولد، قلبي هو اللي ولد لي هذا العدد الكبير ديال الوليدات، قلبي هو اللي ولد لي هاد المحبين اللي دمهم كيسري مع دمي. الحمد لله والشكر لله، عمرني ما حسيت بغربه ولا باي شيء، لان كنعرف ان بزاف ديال الناس بزاف المغاربه بزاف المحبين هما في كتافي. لما كنعيا او كضيق بيا كنحط راسي على اي واحد من المحبين ديالي وكنحس بالراحه. كنتمنى لهم التوفيق، كنتمنى للمغرب السعاده والاستقرار، كنتمنى للقدس انها ما نعرف ان هاد الاعداء اللي عندها ينتقم منهم الله، ولكن الله امرنا وقالنا ان القدس واحد النهار غادي تكون متحره. سعاد صابر كفنانة ما يمكنش نهضر عليها أنا، تيهضر عليها الجمهور ديالها. سعاد صابر كزوجة وكأم وكأخت وصديقة وحبيبة هي تستحق أكثر من ذلك. سعاد صابر الأم الحنون حقيقة، هي أم حنون في بيتها ولا خارج بيتها ولا كل شيء. سعاد صابر مثال للممثلات المغربيات. سعاد صابر خلات المغاربة يتفرجوا في التمثيل المغربي بزمنهم، اسمحوا لي على هذه العباره هذه. سعاد صابر اللي نقشت الاسم ديالها بالاظافر ديالها باش كونت الاسم ديالها وحافظت عليه وباقيه محافظه عليه الان والحمد لله. سعاد صابر من الناس اللي ما تتقلبش هي على الادوار تيقلبوا عليها. سعاد صابر ما كان عمرها ما جرت ورا الشهره اللي جرت من وراها. سعاد صابر كما قلنا ام، كما تسميها الصحافه المغربيه في واحد الوقت يسميوها بانها ام المغاربه، وفعلا ام المغاربه وتستحق هذا التيتر، هذا تستحقه سعاد صابر. كنشكركم اللي لقيتوا النداء، كنشكركم اللي سالتوني. كتعرفوا بان هذا التكريم للفنان هو دفعه باش يزيدوا قدام.